10 أطباق أرمينية شعبية تقليدية. 1. خوروفس. لا توجد في أرمينيا عطلة أو احتفالية لا يتم خلالها تقديم المشاوي خوروفس، علماً إن طعم الشواء الأرمني يختلف عن طعم مشاوي الدول الأخرى بفضل التتبيلة المستخدمة للحوم قبل شوائها، وهذا يعتبر من الميراث الأرمني القديم. 2. دولما. الدولما تتكون من اللحم والرز والبصل، كلها تلف بورق العنب. غالباً ما يتم تقديم هذا الطبق مع الزبادي والثوم. هذا النوع من الدولما أيضاً من التراث الأرمني. 3. لافاش. يعتبر اللافاش من أكثر أنواع الخبز شيوعاً في أرمينيا. اللافاش هو خبز رقيق يصنع من دقيق القمح ولا تستخدم معه الخميرة. في عام 2014 اتخذ قرار بإدراج عداد لافاش وأهميته الثقافية في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي الغير مادي للإنسانية لليونسكو. 4. هريسة. الهريسة معروفة لدى الجميع وغنية عن الوصف، ولتحضيرها يستخدم القمح المطحون مع اللحوم الدهنية، لحم الضأن أو لحم الدجاج. عملية طبخها تستغرق تقريباً 5 ساعات، وهي جزء لا يتجزأ من التقاليد الأرمينية. 5. سباز. السباز ربما هو من أحد أنواع الحساء المفضلة لدى جميع الأرمن. هذا الحساء المهيأ من الزبادي فعلاً لذيذ جداً. 6. خبز شنكال. عبارة عن خبز مملوء بالخضار البرية الصالحة للأكل، يمكن أن تعثر عليه في عموم أرمينيا. هذا النوع من الخبز له جذور أرساخية. 7. خاش. أحد الأطباق الأرمينية الشهيرة والتي تؤكل في الصباح الباكر. يستخدم أرجل البقر في طبخه ويقدم مع خبز لافاش جافن، ملح وثوم وفودكا لمن يرغب. التجمع حول مائدة الخاش يعتبر تقليداً أرمينياً معروفاً. 8. كاتا. معجنات أرمينية حلوة المذاق، لها أشكال وأحجام مختلفة، تعتبر العلامة التجارية الأولى التي يحبها تقريباً معظم السواح. 9. السجق الحلو. هذه الحلوى تزين معظم الأسواق في أرمينيا، لذيذة جداً ومصنوعة من الجوز وعصير الفواكه. دبس الفواكه. 10. بقلاوة. وأخيراً البقلاوة، هذه الكعكة المتعددة الشرائح مع الجوز المطحون والكثير من العسل، يمكن أن يحلي حياتك.